تحياتي لكم ورحمة الثورة السورية والفرج القريب للمعتقلين. قرابة 5 مليون معتقل في سجون الإرهاب الطاغية المجرم قاتل الأطفال بشار الأسد، والهودة القريبة للمهجرين السوريين قرابة أكثر من 11 مليون مهجر. الآن عصابة أسد تحاول الاستيلاء على منازلهم وعلى أملاكهم، إن كانت أراضي أو إن كانت مصانع أو أي شيء. أولا سيدتي الكريمة، عصابة أسد ليست دولة مؤسسات في سوريا. عصابة أسد تعتبر سوريا هي مزرعة لها، ومتى تريد ومتى تشاء، لا يوجد قضاء بالأساس عادل، متى تريد ومتى تشاء تصدر قوانين، مثل ما أصدرت قانون مجلس التطبيل والتزمير، أصدروا قانون خلال 24 ساعة من خلال للمجرم قاتل الأطفال بشار الأسد من أجل حكم سوريا وتوريثه حكم سوريا من خلال تنزيل المدة العمرية إلى 34 عام من أجل أن يستلم سوريا خلال 24 ساعة. فالآن كل القوانين التي تصدر هو هدفها التغيير الديموغرافي لسوريا، وأيضا الآن قرابة أكثر من 14 مليون سوري يواجهون خطر الاستيلاء على الممتلكات. هذا الأمر ممنهج، هذا الأمر ممنهج، وهناك تقارير إعلامية كثيرة وأدلة حول تسليم هذه المنازل إلى القوات العراقية الطائفية، الميليشيات الطائفية العراقية، إلى الميليشيات العراقية، إلى الميليشيات حتى الإيرانية، إن كان في حلب، وأذكر عدة مناطق، إن كان في حلب في مساكن هناك، في الطاقور، في طريق الباب، في الشعب، في مناطق أيضا، إن كان في السيدة زينب، في الغوطة. تغيير ديموغرافي، الهدف الأساسي هو التغيير الديموغرافي. الهدف الثاني هو كل من يقول حتى مجرد شخص تظاهر عند عصابة أسد أو مزرعة أسد هو إرهابي، يجب مصادرة كل شخص. أيضا كل شخص تخلى عن الجيش القاتل، عن جيش الطائف الأسدي، أيضا هناك قوانين أصدروها في مصادرة الأملاك طيب المنقولة. سيد إبراهيم، طيب يعني هذا التقرير يأتي، هذا تقرير جديد طبعا، يأتي في ظل مشاورات واجتماعات بين دمشق والدول العربية وإقليمية لإعادة اللاجئين السوريين. برأيك ما مستقبل هذه المحادثات التي تجري بهذا الشأن؟ مستقبل هذه المحادثات أنا أقول لك هي حبرا على ورق. الجامعة العربية متى كانت هنالك حاسمة تريد الشعوب العربية حرة؟ أنا من خلال تأسيس الجامعة العربية حتى الآن لم نرى موقفا واحد باتجاه الشعوب العربية الحرة أن تساند أو أن تقف مع هذه الشعوب العربية الحرة، لنكون واقعيين. ولكن هذا كلام حبرا على ورق. هنالك قانون الآن سوف يصدر بالتعاون مع الجمعية السورية الأمريكية في قانون تجريم التطبيع مع إرهاب وعصابة أسد. كان الأسد هو محكمة العدل الدولية وليس جامعة العار والذل والخنوع. يعني هل هذا كلام يعني هل يمكن يعني هل يمكن أن نرى انعكاسات، طيب سيد زياد، يعني هل يمكن أن نرى انعكاسات مباشرة لمثل هذه التقارير على ملف عودة اللاجئين؟ هذه القوانين ليست وليدة هذه اللحظة، هنالك قوانين أصدرت في عام 2018 وأيضا في عام 2021 حول المصادرات الممتلكات، وأيضا القوانين الآن التي أصدرت. فحاليا عمليات التطبيع إن كانت في الإمارات أو السعودية أو هنالك حلول أو شيء، هذا كلام حبرا على ورق، لن ولن يكون هنالك إعادة أي لاجئ سوري في إن كان في أوروبا أو إن كان في بعض الدول العربية التي لا تسيطر عليها الميليشيات الطائفية الإرهابية، مثال لبنان. هنالك للأسف اعتقال اللاجئين السوريين وتهجيرهم قسرا في لبنان أو إن كان في العراق أو في الأردن، استبعد ذلك الأمر، وفي تركيا استبعد ذلك الأمر، وفي أوروبا أعلنت موقفها الصريح محاكمة المجرم الإرهابي، وهناك نواب فرنسيون يعدون لمحاكمة هذا المجرم الإرهابي بشار الأسد. إذن الآن آسف، تداول الأخبار حول إعادة اللاجئين وهي عبارة عن بروباغندا إعلامية، كلام حبرا على ورق. من المستحيل إعادة تطبيع العلاقات فعليا إلا بموافقة أمريكية وأوروبية، وهذا مستحيل، لأن هنالك
قوانين سوف تصدر خلال الأسابيع القادمة بتجنيم وأن يكون هناك عقوبات على كل من يقوم بتطبيع العلاقات الفعلية ليس كلاميا وورقيا وأعلاميا، فعليا إن كان في القطاع الاقتصادي أو الصناعي أو التجاري أو العسكري. من برلين كنت معي زياد إبراهيم، إعلامي وناشط سياسي، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به.